السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم متابعي قناتنا في درس جديد يخص دروس عمليات على الملفات والمجلدات في جزئه الثالث والأخير، والذي سنتناول فيه إن شاء الله عملية نسخ ونقل ملف أو مجلد. إذا أردنا مثلا أن ننسخ هذا الملف في هذا المجلد، العملية بسيطة، أنقر بالزر الأيمن على هذا الملف، اختار من القائمة الفرعية copy. copy تعني نسخ، وبالإنجليزية أيضا copy. أدخل إلى هذا المجلد وفي مساحة فارغة أنقر بالزر الأيمن واختار copy. copy بالعربية تعني لصق، وبالإنجليزية تعني paste. لاحظوا أن النسخة الأصلية بقيت على صف المكتب وصارت لدي نسخة ثانية. الآن إذا أردنا أن ننقل هذا الملف، مثلا هذا الملف أردنا أن ننقله إلى هذا المجلد، العملية بسيطة. لاحظوا، أنقر بالزر الأيمن، أختار من القائمة كوبي. في المرة السابقة اخترنا كوبي، الآن نختار كوبي. كوبي بالفرنسية تعني لصق، وعفوا قطع أو قص، وبالإنجليزية كات. ثم ادخل إلى هذا المجلد واختار في، أنقر في مساحة فارغة الزر الأيمن، اختار كولي. لاحظوا عملية القص لا تترك النسخة الأصلية، كان الملف هنا على سطح المكتب، بعدما قمنا بعملية نقله لم تبقى نسخة أصلية على سطح المكتب، وإنما النسخة السابقة التي كانت على سطح المكتب تم نقلها تماما ووضعها في هذا المجلد الثاني. لهذا انتبهوا جيدا في عملية النقل، عملية النقل لا تحتفظ لكم على نسخة مثل عملية النسخ. بنفس الطريقة نقوم ب نسخ ونقل مجلد إلى مجلد آخر. لاحظوا مثلا هذا المجلد نقوم بعملية نسخه، أنقر عليه بالزر الأيمن، أختار copy، ثم أدخل إلى هذا المجلد وأنقر بالزر الأيمن وأختار copy. هذه عملية النسخ. لاحظوا الآن نفس هذا الملف، المجلد عفوا، سوف نقوم بنقله إلى هذا المجلد الثاني. أنقر بالزر الأيمن الفأرة، أختار كوبي، ثم أدخل إلى هذا المجلد، عفوا هذا المجلد فيه نسخة سابقة، ندخل إلى هذا المجلد مثلا وأقوم بضغط كولي. لاحظوا أن المجلد الأصلي انتقل تماما من سطح المكتب إلى هذا المجلد. أتمنى أن تكونوا قد صارت لكم فكرة على عملية النسخ وعملية النقل. كما قلنا عملية النسخ هي إنشاء نسخة جديدة للملف أو المجلد مع الحفاظ على النسخة الأصلية له في مجلده السابق. أما عملية النقل فهي نقل الملف أو المجلد تماما من المجلد السابق ووضعه في مجلد جديد دون الحفاظ على نسخة أصلية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح المبسط. نلتقي إن شاء الله في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.